محمد صلاح، والاكيد بنتمنى له الشفاء العاجل. نروح لقضيه ثانيه كانت مطروحه طبعا في الايام اللي فاتت، مباراه نادي الزمالك وجنراسيون فوت وكل الاحداث الخاصه بيها، وهل الفريق السنغالي كان بالفعل انسحب وخسر المباراه؟ بيان بقى طبعا طالع من الاتحاد الافريقي ان هيتم النظر، اعاده النظر في نتيجه المباراه، وهيتم الاعلان الرسمي مين المتاهل لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا يوم الثلاث القادم قبل 24 ساعه فقط من انطلاقه احداث قرعه دوري ابطال افريقيا وايضا كاس الكونفدراليه. فبينتظر السربي ميتشو المدير الفني للزمالك قرار الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف والمقرر صدوره بكره الثلاث، وده بشأن موقف الفريق الأبيض من لقاء جنراسيون فوت السنغالي، وده لتحديد برنامج فترة التوقف، حيث من المنتظر أن يصدر الكاف قراره النهائي بشأن صعود الزمالك لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا من عدم، وبعدما طلب الأبيض أو طلب الأبيض بذلك لعدم حضور الفريق السنغالي لملعب برج العرب يوم الحد قبل اللي فات في الموعد المحدد لمواجهة العودة في دور ال 32 في بطولة الإفريقية، بعدما تمسك الفريق السنغالي بأنه لم يتم اختاره في الموعد القانوني بتأجيل اللقاء. ولكن بيستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وبيرغب السربي ميتشو في معرفة موقف الفريق من البطولة الإفريقية لوضع طبعا البرنامج كامل للفترة القادمة. أكيد دي بقى في الفترة اللي جاية، أو يعني إحنا على في انتظار خلال الساعات اللي جاية الإعلان الرسمي من قبل الاتحاد الإفريقي عن المتأهل إلى المباراة أو إلى دور المجموعات، سيناريو تأهل الزمالك أو سيناريو تأهل جنراسيون فوت أو سيناريو إعادة المباراة أو لعب مباراة أخرى علشان يتم التأهل الفريق منهم إلى الدور المقبل. كل السيناريوهات مطروحة حتى مع اختلاف ترتيب الزمالك وجنراسيون فوت، ولو إزاي القرعة هتتعمل يوم الأربعاء وهما ممكن ما يكونوش لسه لعبوا، واضح جدا ان قانونيا وفي اللوائح ممكن يتم حل الموضوع دوت، وممكن يكون اوبشن ان هم يلعبوا مباراه ثانيه وارد وبشكل كبير جدا. كل فريق عنده نقاط قويه بيستند عليها في هذه القضيه، ولكن هنشوف رؤيه الكاف ومين ممكن يكون الاقدر والاحق ومين معاه براهين كفايه ان هو يكون هو الاحق ان هو يتاهل الى الدور المقبل. كل التوفيق اكيد لنادي الزمالك في حسم هذه القضيه، وان شاء الله يكون متاهل الى دور المجموعات بجانب نادي الاهلي، الاثنين يمثلون خير تمثيل في المنافسات الافريقيه.